السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. رئيس الحفلة وحضرات الحكم وضيوف الأجلة وأساتذة الأحبة وزملاء في الدروس، أريد أن ألقي أعماقكم كلمات حول الموضوع الحياة من الإيمان. أيها المستمعون الكرام، هل تعرفون ما هو الحياة وما هي حقيقته؟ الحياة خلق يضعف على ترك القبيح ويمنعه من التقصير في حق للحق، والحياة حسن الفرد والأسرة والمجتمع. ولهذا كان الحياة شعار الأنبياء الصالحين ومثال المتقين ودليل خلق وريم، وهو في الدنيا طريق الخير وسلام، وفي الآخرة سبيل سعادة وفلاح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد حياء من العذرياء في خدرها، فإذا رأى شيء يكرهها عرفناه في وجهه. رواه أحمد. والحياء شعبة من شعاب الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان. والحياء زينة الأخلاق. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفوز في شيء إلا شأنه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي في سننه في كتاب البر وصلة بسند سليم. والحياء كله خير، ولا يأتي إلا بخير في أمور الدين والدين. أيها المسلمون والمسلمات، والحياء مرتبط بالإيمان، فمن نقص حياه لم يكمل إيمان. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب. إخواني وأخواتي في الله، تعالوا نشاهد بعض الصور المثالية للحياة. وهذه الصديقة بنت الصديق وزوجة الصادق والمصدوق، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحياؤها يعجز القلم عن وصفه. وعن عائشة قالت: كنت أدخل بيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، وأضع ثوبي وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر معهم، والله ما دخلتم إلا وإحنا مشدودة علي ثيابي حياء من المجد. رواه أحمد. أيها السامعون والسامعات، أين أمهاتنا وأخواتنا وعين النساء؟ ونساء العصر لا يستحين من الأحياء عن الأموات فضلا عن الأموات. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستحي من دخول بيتها بعد مرضها رضي الله عنها بجراء البيت. ولكن اليوم ما لزم الشريف بعض النساء يخرجن من البيت متغطيات متسفات كاسيات عاريات مائلات مميلات. وفي الأخير أقول: اللهم حسن أخلاقنا واصرف عنا شجاعتنا، اللهم جملنا بالحياة برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.